ليش نحن هنا؟ نحن هنا لبناء جسور بين بلادنا الإمارات والصين. في هذه الفترة نحن نحتفل 35 سنة من بناء العلاقات الرسمية. الحقيقة هي أن نحن علاقتنا مع الصين ليست 35 سنة. نحن علاقتنا مع الصين مع أجدادكم الصينيين ومع أجدادنا نحن العرب. في زيارتي هذه مع صديقي فخامة الرئيس قدرنا نربط علاقة استراتيجية، علاقة خاصة لبناء هذا الجسر. نحن قاعدين نحط بصمات خارطة الطريق لمية سنة قادمة. الدليل على هذا أن نحن بدينا خطوات لتعليم اللغة الصينية في أكثر من 200 مدرسة في دولة الإمارات. حقيقة أيضا أريد أنهي أن كثير من عاداتنا نحن يا العرب قريبة على عاداتكم الصينيين. ما أريد أدخل في هذا الموضوع بتعمق، ولكن عشان أختصر أريد أقول أن نحن والحماس شفت هذا الفيديو البارحة وكل دقيقة أنا أعيد وأشوف. بالفعل أكيد. يا غانم، كلمات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد كانت بالأمس جدا محفزة وتشجيعية، وبالتحديد لما قال أملنا فيكم يا الشباب. أكيد، وطبعا كلمات والدنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الله يحفظه ويرعاه، هاي كلمات محفزة للشباب الصيني والشباب الإماراتي، وأكيد نترجمها أو نقدر نترجم حبنا لوطننا عن طريق الإخلاص والولاء للوطن بالعمل. أكيد ربي يحفظه في حله وترحاله، هو عزنا وفخرنا والأمانة اللي سلمنا إياها بإذن الله بنعمل بها، وإن شاء الله نكون قد الثقة هاي. قيادتنا مش مقصرة ويانا في شيء في جميع المجالات ومن كل النواحي، وبإذن الله المسيرة هاي نحن بنقودها إن شاء الله للأفضل ونكون قد الثقة هاي. صدقتي بالضبط، لازم نكون قد هذه المسؤولية اللي يعطونا إياها قيادتنا، ولازم أن نتسلح بالعلم ونتعلم ونكون مثقفين في كل الميادين، وإن شاء الله يعني الله يقدرنا وإحنا نكون قد هاي الثقة ونقدر نخدم بلدنا الحبيبة الإمارات بإذن الله. زينب، على طاري العلم والثقافة، البارحة مكتب دبي للإعلام حطوا صورة لمكتبة محمد بن راشد اللي تعتبر مركز ثقافي مميز على ضفاف خور دبي. لو تشوفون شكل المكتبة بس على شكل كتاب مفتوح، وما شاء الله منظرها يعني جدا جميل. والمكتبة هاي على فكرة فيها كتب متنوعة مسموعة ومطبوعة وإلكترونية بعد، وبنفس الوقت بعد حاطينها كدور بتكون لها دور ثقافي يعني مميز في الدولة، وأتوقع بتكون مكان سياحي أصلا، يعني كل حديد دولة أتوقع بيروحوا يشوفون بس المكان هذا عسب أن يتصورون بقرب الكتاب. يعني مثل ما نشوف الصورة ما شاء الله، صراحة مكان وايد وايد حلو. يا سلام، شوف الصور جدا جميلة. شوفنا الصورين. نعم، اعتقد ان لازم نزور المكتبه هاي صراحه، شوف المكان وايد حلو، وخصوصا هاي المنطقه يعني منطقه جدا جميله، لو نسوي فيها تقرير وايد حلو الشباب يقدرون يستفيدون منه بعد. اكيد نزور كلنا مش غلط، لازم نعم لابد من هذا الامر، ولازم نحن يعني كل شاب في هذه الدوله لازم تكون عنده رؤيه ويوصل للهدف لكل سنه، ما يحط له هدف معين وخلاص، لا لازم كل سنه يحط له هدف معين يوصل له كونه أن يخدم هذا الوطن. بكل تأكيد غانم، كلامك يعني عين العقل مثل ما يقولون. زين، عمركم فكرتوا تسوون مشروع؟ أنا جربت سويت مشروع، جربت لكن مشروع. ما نجحت وحسيت أنه مش مجالي يمكن. وانت غانم؟ اضطرت أني ما أكمل المشروع الصراحة. اي، وانت غانم؟ أنا طال عمرك سماك سمات قاني كله في البحر، تعتبره مشروع مشاريعي كله في البحر. وانت يا سارة؟ أفكر مستقبلا إن شاء الله. تفكرين الله يوفقك. أنا أعرف وايد شباب الصراحة سووا مشاريع لكن لأنهم ما نقول فشلوا، نقول إنهم ما قدروا ينجحون ما حبوا يجربوا مرة ثانية. فمعانا اليوم ضيفنا يوسف النعيمي مدرب تنمية بشرية اللي بيفيدنا اليوم أكثر في الاستديو أكيد بهذا الخصوص. يا حي الله يوسف. يوسف مرحبا. مرحبا بك، نورت ميلا 1908. حياكم المروين. تفضل تفضل أخوي. الحال شو أخباركم؟ راح نستفيد منك الصراحة. انا بديت في مشروع لكن ما كملت. انا بعد نفس الشيء. نفس الشيء. يا سلام، عساك بخير، طمنا عنك. وسهاله، شو اخبارك؟ كل شيء تمام الحمد لله، الله يسلمك. انتم اللي منورين. الله يسلمك، منورين فيك.
ضيفنا طبعا اول شيء تفضل القهوة عشان تقدر تصحصح، وانتم بعد زملائي طبعا القهوة هاي اليوم ما قصر صديقنا مبارك اللي تابعنا الحين ان شاء الله من فرث اند بور، سمع غانم قال ما جبت لنا القهوة وياك، فهاي القهوة من مبارك لك يا غانم خصيصا. مشكي مبارك. من وجهه التحيه اكيد. سؤال تفضلي. الله يسلمك، لاحظت شيء ان الواحد لما يبدا يسوي مشروع يكون متحمس وايد ومستانس انه بيبدا في مشروع جديد وشي، بس من تواجهه اصغر مشكله في الموضوع يعني في المشروع اللي هو بادي فيه تحسه خلاص يبدا يتراجع، ومن اصغر عثره اي مشكله صغيره خلاص يبدا يحس انه يعني ما بيكمل وانها، فانت شو رايك في الموضوع هذا؟ هو شيء طبيعي. ليش؟ لانه يوم انا اسوي مشروع وما عندي رؤية لهذا المشروع وما أعرف أنا شو أبغى من هذا المشروع أصلاً، بكون متحمس في البداية، خاصة اللي عنده شوية بيزات وبيفتح مشروع وعلى الهبات، بدأت هبة معينة عنده شوية فلوس وكمل وياها، فما عنده رؤية واضحة، يعني هو ما يعرف شو يبغى من هالمشروع. دائماً إحنا لازم نسأل سؤال، أنا ماذا أريد، أو عفواً لماذا أريد ما أريد، يعني الشيء اللي أبغاه ليش أبغاه أصلاً. صح. يعني أنا سويت مشروع، المشروع هذا أباه على أساس أن أحصل مردود مادي، لأن أنا مثلاً عشقي مثلاً الكوفي فأنا سويت كوفي أنا مستانس فيه. في ناس لا، ما عندهم ترى يعني هالرؤية، بس ماشيين كذي، يعني مثل ما قلنا هبات سوى مشروع، فأول ما تي أول عثرة يوقف يضرب بريك صدق ويقول مع السلامة. بس أنا أعتقد أن هذا شيء خاطئ يا جماعة، الواحد لازم يرجع يحاول، يعني مش أول ما يتعثر الإنسان من أول مرة خلاص يوقف يقول أنا ما برجع أحاول. فلو تخبرنا أخوي يوسف شو سر نجاح أي مشروع؟ شوف أنا أعتقد أن في ثلاث أشياء مهمة. الشيء الأول موضوع الشغف، أنا لازم يكون عندي شغف في هذا الجانب في المشروع ومتعة. رقم ثلاثة والشيء اللي المفروض يستوي أن تكون الأفكار اللي نحن نسويها أفكار مجنونة، يعني نيب شيء جديد. شو تقصد بأفكار مجنونة؟ بغض النظر عن أي فكرة، بس فكرة جديدة تدخل السوق. يعني في أفكار أول ما دخلت موضوع الكوفيات، إحنا كنا متعودين على أنواع معينة من الكوفي، طلعت إن أنواع جديدة ومكاين وعالم عالم، يعني ما كنا نتصور إن لهاي الدرجة، فصار عندنا عشق إن كل يوم نجرب كوفي، كل يوم كوفي جديد يفتح. بالفعل. يعني أنا أتذكر في مسلسل من المسلسلات الفنان الكبير جابر نغموش كان يبيع رمل، يقول لهم هذا رمل من وين؟ من مكة، والناس تشتري، فكرة مجنونة لكن قامت الناس تشتري، طبعا عقب شكوه، بس الفكرة المجنونة ترى مهمة، فيها مخاطر طبعا فيها مخاطر، لكن أجرب أدخل بالطريقة هذه. لابد من المحاولة يعني. طبيعي لازم أحاول، يعني أنا أول ما أبدأ خاصة إذا أول مشروع أول تجربة طبيعي ممكن يجيني فشل، يعني لازم أنا أحطي يعني هامش للفشل، أو أن الفكرة هذه ممكن ما تنجح أو تصير لي أخطاء. طبيعي جدا، نحن أول ما ولدنا ما متعلمين، في يوم بدخل بسوي مشروع في أخطاء أكيد بتستوي، في أمور أكيد بتستوي، فأنا أتعلم منها، لكن أن من أول عثرة أوقف وخلاص، ها هني اليوم نقول الشغف والمتعة، وأن تكون عندي رؤية واضحة أنا ليش أسوي هذا الشيء، شو أبى منه بالطريقة. مشكلة أخوي يوسف، مشكلة أن أخوي يوسف شو يستوي، نحن عندنا هني ما شاء الله شباب في بداية طاقة وكلهم يبون يسوون يفعلون وينشئون. صح. فيلجؤون البنك للأسف. يلجؤون البنك من خلال مبلغ اللي يستلمونه سواء كان قرض أو لدين يسوون في مشروع هذا المبلغ. شو رأيك نكمل هذا الموضوع من بعد ما ناخذ الاستراحة البسيطة ونحن راجعين؟ تمام، انتظرونا. سلام، ردينا مرة ثانية طبعا بنكمل هذا الحوار، بس أول شيء خلوني أسألكم شو تحبون تشربون اليوم؟ زينب تبغين سبانيش لاتيه ولا بيستاشيو لاتيه؟ بيستاشيو. غانم سبانيش ولا بيستاشيو؟ ليبي من الله حياه الله. أوكي خلاص بيجيب لك سبانيش. أنا قنوع غانم. عاد أنا ما صدق نبيل اللي تشوفه. اللي أشوفه بيجيب لك سبانيش. أوكي
وانا بعد باخذ اسبانيش وضيفنا. انا طال عمرك وصلني خلاص على ذوق ضيفنا غانم ما قصر يا في البدايه. لازم ايضا نجرب المحاشي هذا المشروع ايضا برنس اوف محاشي. ما بخلي شيء لا تخافي بدات من الصفر. شكرا ما شاء الله وطريقه التقديم كانت جدا رائعه مثل ما نشوف فلازم نجرب بنجرب. نحب نرد اخوي يوسف بسؤالنا نفس ما تكلمنا عن الشاب اللي بيبدا يسوي مشروع في حياته او يخطي خطوه ثانيه بس هو يلجا للبنك الشاب هذا فياخذ قرض من البنك فيبدا في المشروع فهل هذا فيه ريسك او نبغي نسمع كلمه منك من خلال هذا الموضوع؟ شوف بشكل عام المشروع لابد مثل ما قلنا فيه ريسك معين لكن انك انت تزيد الخطوره ب انك تلجا للبنك وتاخذ قرض معين لو انت ضامن 100% انك بتنجح في هذا المشروع خذ قرض لكن انت مش ضامن ففي مشاريع خاصه المشاريع اللي بدت في البيوت بدت بدون ميزانيه ونجحت صح ان يعني البدايه كانت صعبه لكن صارت في صار في تنافس بعدين هذا يقدم شيء وهذا يقدم شيء يعني اكبر مثال المائده هاي اللي قدامنا الشكل يفتح النفس على اساس شيء الذكاء وين انك تسوي مشروع ناجح باقل تكاليف بالطريقه هذه. برايك شو سر نجاح اي مشروع؟ انا تكلمت اول شيء موضوع الشغف لان بغض النظر مشروع تجاري مشروع شخصي مشروعي انا الذاتي لازم تكون عندي رؤيه يعني مثلا على سبيل المثال خلينا نتكلم عن كنتاكي. كنتاكي ليش مستمرين لليوم؟ في عندهم رؤية أن كل قرية كل مكان في العالم موزعين خريطة العالم كل 10,000 نسمة يشوفون كنتاكي في وجههم كل 10,000 يشوفون كنتاكي في وجههم في رؤية واضحة. لو تعرضوا للانتقادات ووقف وانسحب أو وقف وقال أنا ما قدرت أكمل كان ما كمل كنتاكي لكن كمل وبدأ يمشي وأكيد تأثر وأكيد هالخلطة بروحها خلطة كنتاكي هاي أكيد ولكن في هالزمن طلعوا منافسين له هو مو بنفس قبل 5 سنوات عرفت طبيعي لكن لا زال موجود في السوق لا زال منافس وكنتاكي كثير مكانه طلع لك يعني هذا كمل ماكدونالدز على سبيل المثال ماكدونالدز الحين كل 8 ساعات تقريبا أو كل 10 ساعات يفتح فرع في العالم الحين عادي ونحن ياسين فتح فرع حسب الإحصائيات كل ثانية يبيعون 75 وجبة لكل ثانية كل ثانية كنت ماكدونالدز عفوا نبيل واحد منهم ماكدونالدز يعني الفكرة اللي عندهم أن أسعار تكلفة بسيطة تكلفة الوجبة ما تتغير ترى وايد يعني الماك نفسه في رأيك السعر كل ما قل السعر أيضا هذا شيء ممكن ممكن في ناس العكس يعني يشوفون السعر الغالي لا بنسير له في ناس لا هذا غالي ما بنسير انه برخيص يعتمد فانت كيف تدرسين حاجات الناس حاجات الناس النفسيه نحن اليوم مش بس شكل وسوينا شيء جديد لازم اعرف احتياج الناس شو يبون شو يحتاجون العب في نفسيتهم هني اللعبه ترى هي عطاري النفسي وانك تلعب في النفسيات تحس ان نفسيه الناس في هالزمن اكثر شيء يلجؤون لاي مشاريع الاكل كله اكل شفت غانم الاكل انجح يعني قلت له الاكل ها ما في يعني تعال واحد متضايق حط له اكل بياكل بتشوف اكل يبنى طار الاكل يعني ما يستوي ما ناكل ما يستوي ما ناكل اول شيء نبدا من عندك ضيفنا تفضل السلام تفضل انا اجرب واعطي رايي لعبتي لك الاكل تقديم صراحه تقديم ايضا له دور تبغين ماي انا هذا التقديم يلعب دور جدا في اي مشروع او بزنس ما تبغين ساره؟ لا لا شكرا افا تفضل وانا ترى قلت لك الذكاء الذكاء ان كيف اقدم شيء وخلي الناس وهي مغمضه تشتري مشارع البيوت فوقوا وايد على المشاريع هذا الشطاره جت فتره ترى يتجهون مثلا الحين ورق عنب هاي يمكن موضتها هبت مره واحده من 3 سنوات السنه هاي انا اشوف اكثر شيء الكوفيات بالضبط في المتوقع جت فتره قبل البرجر جت فتره هبت البرجر وقفت جت فتره الكوفيات ما قاطعكم الا بخير انتم نسيتوا شيء الحين هابين في المانجو او الهمبرجر لا عاد هذا موسم مانجو سيزون المانجا انا يعني من كثر ما شفنا الهمبه والمانجا كل مكان حسيت انه في عمري ما اكلت مانجا قبل يعني كل مكان بدت بمحل معين وانتشرت
بس على فكرة هم ماخذين فكرة المانجو هاي أن يوم زمان تذكر في الصيف بعد نفس الشيء كانوا يطرشون للناس وشي يعني كما رطب رطب وهمبة وهالسوالف خشكو هذا اللي سويته معهم قبل لكن باكر جايبلكم رطب بالاستوديو يبان رطب ويبان همبة غير هالمويه ذي كلها باكر حط لهم انواع الرطب في النص خشكو وشامي نبغي نسمع رايك في الورق عنب يلا برنسف محاشي ما قصروا اليوم قدموا لنا وايضا خاتمين 12/8 سوي لنا انت مره ورق عنب زينب نبغي نجرب تعرفين ان شاء الله إيش أنا لو سويت بتسوي لي إعلان هني بسوي لك كلام هذا صحيح عن كل المشاريع الشبابية وأي حد الحين يتابعنا عنده أي مشروع شبابي حياكم الله ميلس 12/8 يستقبلكم كلكم ولا تفوتون الفرصة هاي فرصة البرنامج يعني مكسر الكل يتابع وخاصة الفئات الشبابية فبالعكس الناس قاعدة تستفيد نعم هذا هدفنا من الشباب والى الشباب بالضبط عفوا ايش اللي عجبني في الورق عنب اكثر شيء انه فيه شوي سبايسي انا توني هاي بقول انا احب النكهه القديمه هاي ما احب الحامض الحامض الاشياء الجديده الحين يحطونها يمكن هذا رايي شخصي الحين حتى متاي يحطون انت لانك راعي بحر فما على الطقه القديمه كلاسيكي كلاسيكي ملح والله قبل فتره حتى حصلت حد مسوي سبرينج رول شيبس عمان قبل يحطه في صمون الجبن دقوس عادي ترى هذا الابتكار مثل ما ذكرت اخوي لازم تبدع في مشروعك شيء يميزك عن الغير انا عندي واحد من الشباب عندهم مشروع في البيت كبه وسمبوسه وهالسوالف قلت له يا اخي غير السمبوسه بس نجبن ولحم وها قال شو اسوي؟ قلت له يا اخي حط قشيد بتنتشر لا الناس الحين تدور شيء جديد دور شيء مختلف بالفعل. فلو سويته بطريقه معينه والله بتمشي عندي سؤال الاسم هل في رايك الاسم ايضا له دور كبير في التسويق الاسم يفرق يلعب دور الناس يعني خلنا اذا الحين دام الكوفيات قدامنا اي كوفي جديد الناس صاروا له شافوا الاسم شافوا الشكل الديزاين الديكور كذا يلسوا مره واحده شافوا المكان عيبهم خلاص بيكمل بيمشي يعني ترى حتى المشاريع اللي تكمل في منها لانه هو عارف بالضبط شو يبغى فقاعد يطور تطوير ترى مهم في كل مشروع مهم ما اجيب نوع نوعين ثلاث واوقف عليه صح لازم اغير عزيزتي موضوع المانجا ترى سوى يعني زوبعه قاموا الناس يصيرون كوفيات يدورون مانجا سووا ملك شيك مانجا سووا يعني ما ادري في كوفي دخلوا مانجا في الكوفي بعد ما ادري خلص ناب ما تحصل مانجا وتحصل لاين كينج ما في بالفعل فالتطوير مهم مثل ما انا قلت والناس يعني سبحان الله يدورون شيء جديد يدورون شيء جديد حتى لو الارت اللي على الكوفي لو مثلا كوفي سوى شيء دخل شيء جديد بيصيروا له صدقت يجذبهم والباقي ترى رزق تياسير من رب العالمين في ناس تشوفون يقول كيف الكوفي للحين ماشي زي هذا وايد حلو هالكوفي شكله أحلى من هذا على طاري الكوفي ماشي كيف نضمن استمرارية نجاح المشروع لازم تكون عندي خطة لازم تكون عندي خطة مخطط صح يعني أنا فتحت اليوم فرع خطتي مثلا متى بفتح الفرع الثاني بشوف شو العوائق اللي ممكن تكون في الفترة الأولى ابدا اراجع اشوف الخطه هذه مالي وين وصلت فيها لازم اطور مثل ما قلت اهم شيء التطوير لازم لمستي الخاصه يعني كل شخص عنده لمسه خاصه في مشروعه لازم الناس تشوف هاي اللمسه بالاضافه للخطه عفوا بالاضافه للخطه انا اشوف انه بعد طموح طبعا وهذا الطموح يعني لازم نحن نشوف لازم نرفع طموحنا هي. يوم يقولون لا تطالع فوق تنكسر رقبتك لا تطالع فوق شوف قدام يعني انت عندك رؤيه واضحه شوف قدام بتوصل يعني مثال نبي الله سليمان يوم طلب من رب العالمين قال بما معنى الايه عطني ملك ما اعطيته حد قبلي وما بتعطي حد عقبي شوف الطموح نبي وعنده طموح معين رب العالمين اعطاه يوم الرسول صلى الله عليه وسلم يوم يقول اذا سالتم الله شو فسالوا الفردوس الاعلى عزيزتي نحن حتى في حياتنا لازم يكون عندنا سقف عالي اليأس متى ما يتني عثرة مشكلة أوكي كل مشكلة لها حل يعني بيت الشعر مال المتنبي اللي كنا نعرفه اللي هو تجري الرياح بما لا تشتهي السفن أن الواحد يرضى يعني
بالشيء المعين. نعم صراحة يعني الموضوع جدا شيق وأكيد الشباب راح يستفيدون من هذا الموضوع، ولكن عندنا فاصل إن شاء الله وراح نرجع مع ضيف ثاني بإذن الله. غانم غريبة وين تلفونك؟ تلفوني فريته في السيارة، لا عوزني، كل ما أبغي أدخل مكانه بصور شيء يقول لي الذاكرة فل أو يعلق علي. صراحة قلت اليوم شكلي بفتح اللابتوب وبطلب من أبل تلفون جديد. ضروري. تعبت وقلت مرة واحدة بستشير أخوي حمد الزرعوني ما يقصر. عشان تعرف كيف تشتري تلفون جديد ولا لابتوب جديد ويكون كواليتي زين وتستفيد، مو بتصرف بيزات على الفاضي. عندنا هني أحمد زرعوني. لاني على التعريف ما شاء الله عليك أحمد. الله يسلمك. أول شيء بضيف كوفي. شو تحب تشرب، بيستاشيو لاتيه ولا سبانيش لاتيه؟ سبانيش. ها هات الاثنين. لا لا لا. انا راح اسالك شو المواصفات اللي نركز عليها لما بناخذ موبايل جديد؟ هذا سبجكت وايد عود. زين، واحد يشتري تليفون مثل ما قلت انت ايفون، ف ان انت تشتري ايفون هذا الشيء يعني يعتمد عليك انت. اذا كانت بدايتك بدايه في الايفون خلاص استمر عليه، لان وايد ناس تضارب تقول لك انا ايفون، لا انا اندرويد، لا انا ايفون. خلاص انت شو بديت استمر عليه. طبعا في وايد ناس حولت من ايفون لاندرويد والعكس، يعتمد على حسب ناس شو تبغي. فاذا احنا بنشوف من عالم التليفونات، طبعا في الابل ما نقدر ندقق وايد في هالموضوع، نقدر ندقق من ناحيه الاندرويد شو المواصفات اللي نحن كتقنيين لما نسال شو نجاوب عليها بشكل عام. فلذلك نحن نبغي الناس كلها تكون واعيه لما يروحون محلات، ما يعطونهم شيء جديد، ما يعطونهم شيء ما يغطي الكاباسيتي اللي هو يبغي. فاليوم صار عندنا بيسكس، اشياء بسيطه نحن كلنا نعتمد عليها. من ضمن هالاشياء هاي قبل لو تذكرون كانت التليفون يلا يوصل 4 جي بي في الاستورج، زين مساحه التخزين. 4 جي بي اليوم خلاص، 4 جي بي اليوم صارت الذاكره العشوائيه اللي يعتمد عليها التليفون في تشغيل برامجه، صارت هي شو 4 جي بي اليوم. ما هاف تيرا بايت لا. هذا في البيك، في اعلى شيء تاخذ 500 جي بي. فانت كشخص عادي كنت تبغى تليفون عادي جدا تمشي حالك فيه، اقل مواصفات ممكن تمشي عليها تكون هي البيسكس مالك هي 64 جي بي بالضبط. نفس الفيديو اللي موجود نفس الفيديو هذا 64 جي بي هي اقل مساحه انت بحاجه لها. لكن اذا انت من هواة التصوير المستمر وخاصه اذا تصور فيديو طبعا ما بيكون اقل من 250 وطالع. لان اخوي احمد شو يستوي الحين؟ كل يعني كل ما نزل مواصفات جديده في التليفونات جديده، الكواليتي مال الصوره تاخذ مساحه اكبر. طبعا اليوم انت انا احتاج الجي بي اكبر، يكون مساحه اكبر تكون للتليفون. شوف اغلب الكاميرات الحديثه تصور فيديو تصور 4K، وحين بعد 8K جاي بعد قريب. صحيح. ال4K ياخذ 5 اضعاف الفيديو العادي. واو. كم مساحه يعني انت اذا كل تصويرك على 4K حتى ال50 ما بتكفيك. فهالحاله انت شو تسوي في حالتك انت تليفونك فل وفي حالتك انت تليفونك فل؟ شغل عاد البرامج الثانيه اللي راح نتكلم عنها ان شاء الله بحلقه ثانيه، البرامج الثانيه اللي تساعد في اخذ نسخ احتياطي من صور مالك، مثل جوجل فوتوز يعطيك انليمتد داتا ستورج، لكن بشرط تفعل نظام الحماية المزدوج اللي هو تو ستيب اوثنتيكيشن. هذا شرط أساسي تفعله إذا بتفعل نظام الباك اب من خلال جوجل. اليوم أنا من شفته سألت هذا السؤال لأنك تعاني من هاي المشكلة. لا هاي المشكلة الكل يعاني منها، حتى أنا بعد واحد منهم. زين ما شاء الله عليها صور كل شيء. إيه كل شيء صح. بالصورة الواحدة 12 مرات. وبعدين الحين الصور صارت كل الناس الحين تستخدم الكاميرات العريضة اللي هي وايد أنجل عشان يغطي أكبر قدر ممكن من المشهد في نفس اللحظة. فالوايد انجل هاي يعطي هو احمد كل قبل لا تصور زين. لان سؤالين شوي اظن يحتاج لوقت. زين قول. زين تفضل اول شيء كل عشان ما لا بين الاشياء ما نبغى نشتت افكارك. لا نبغى تركز اكثر. زين انزين. من الاشياء الثانيه المهمه في التليفون اللي بتشتري تليفون، اهم شيء اليوم الشاشه تكون فول اتش دي. خلاص شاشات هاي ال 720 واللي كانت قبل، حتى التليفونات انا الحين هالمواصفات اللي اقول لكم عنها، كم سعر تليفون تتوقعون اللي اقول عنه؟ يكون الشاشه فول اتش دي، الرام 4 جي بي، مساحه التخزين تكون 64 جي بي مثل ما طلع لنا في الفيديو. زين ويكون الواي فاي اي سي اللي هو من احدث ما يمكن، الحين طبعا بيتغير بيستوي اي اكس.
زين. وبعدين عندنا بلوتوث مثلا 5.0 اللي هو اللي يوفر بطاريه ويعطيك مدى ابعد ونقل بيانات اسرع. هاي الاشياء هاي كلها كم تتوقعون سعر التليفون هذا؟ زين ما يتعدى 800 درهم. شوف انت هالمواصفات هاي كلها ما يتعدى 800 درهم. يعني بكل بساطه زيد انت المبلغ تاخذ مواصفات اعلى عن هاي. هذه البيسكس. يعني احنا ما نبغي الناس تاخذ اقل عن هالمواصفات. طبعا من اهم الاشياء الموجوده في التليفون طبعا ابل ما عنده ما شيء اللي هو يو اس بي سي. ان شاء الله ايفون جديد قالوا بيسوونه ان شاء الله. يو اس بي سي على فكره ابل هي اللي اخترعت اليو اس بي سي. المهم سالفه طويله. يو اس بي سي نعرف السالفه بس عقب. هاي شو ميزه اليو اس بي سي؟ يو اس بي سي نفس الكيبل مال ابل انك تقدر يعني تحط الكيبل من طرفين. ولكن نقل البيانات فيه سرعته عالية جدا. اليوم حصلت نفس الفيديو تكلم عنه على الانستغرام أنا. لو تخبرنا عنه أكثر بعد يكون زين. اليو اس بي سي. يو اس بي سي طال عمرك هذا طبعا نقلة نوعية جدا خاصة لنا نحن. صار اليوم كل شيء على اليو اس بي سي. تبغى تشبك على التلفزيون بكيبل يو اس بي سي. تبغى تشبك التليفون على الداتا باليو اس بي سي. تبغى تشرج باليو اس بي سي. واليو اس بي سي سووا بعد منه يعني بروتوكول للشحن. فصار الشحن السريع بعد يعتمد على اليو اس بي سي. يعني اذا عندك الكيبل عادي هالميت هذا ما ينفع. اتوقع اللابتوب يو اس بي سي. حتى اللابتوب تشارج باليو اس بي سي. كل شيء صار باليو اس بي سي. اسرع يكون متوفر في كل مكان. السرعه فيه 20 جي بي. واو 20 جي بي في الثانيه السرعه. سرعه خياليه. زين اليو اس بي العادي 400 ام بي. يعني هذاك 20,000. شوف الفرق كيف يعني. فرق كبير. على طار الشحن يعني الحين حليت مشاكله وانا بعد مشكلتي ابغى لها حل. الصراحه انا تليفوناتي دائما تفضي بسرعه. يمكن لاني استعمل وايد بس يعني عندي ايفون 7 جديد وايد. تري الايفون الجديد بعد خبرني متى بينزل. ابغى اخذ ايفون الجديد. ايفون ترى بينزل وايد قريب. يعني اتري احسن في نهايه شهر 9 بينزل. بس بيوصل عندنا في الامارات في اكتوبر. تكلم المؤتمر بيكون في شهر 9 اتوقع. ايه هو في كل عام شهر 9 سبتمبر كل سنه. نعم كل سنه. شو توقعاتك على الايفون الجديد؟ لو تخبرنا عن اكثر سعه مال البطاريه. البطاريه سعه البطاريه بيك على هالنقطه ان شاء الله. البطاريه لازم ما تقل عن 3400. طبعا قبل كان 1400 كان شايل الدنيا. الحين خلاص 3400 اقل شيء هذا. وبعد تركز على ميزه الشحن السريع تكون موجوده من ضمن التليفون. يوم تشتري تليفون اسأل الريال ساعات ما بيعرف بس انت وهقه خله هو يتعلم. لازم تسأله تقول له هل هذا كويك تشارج ولا لا. انت عاد اقرا على السبيسيفيكيشن الموجود هناك يشوف هل هو. لان اشوف انت في الشحن السريع في عندك وايد مسميات للاسف الشركات هني سوت مشكله عوده. لان يو اس بي بي دي اللي هو الشحن السريع مال اليو اس بي ما كان جاهز. فكل شركه قامت تالف. فون بلس الفت بروحها زين. وعقب الاوبو الفت بروحها والهواوي كلهم الفوا بروحهم. زين لو بنتكلم عن الحين عن اجهزه اللابتوب المحموله مثل ما نشوف والفولد اللي بعد مثل التابلت يكون الايباد او مثلا الفولد. شو تنصح انت؟ ان شاء الله الفولد. طبعا كان في مشكله في اول اصدار فولد نزلته سامسونج. طبعا هم معذورين لان هذا اختراع كبير ونقله نوعيه واتوقع انه بيكون هو المستقبل. ما بيكون في شيء اسمه تابلت. كل شيء بيكون عن طريق الفولد. الفولد هو عباره عن تابلت يتسكر يستوي تليفون. بس عشان ما نضيع الفيديو نرجع للفيديو مال اللابتوب. نبيل بيضيعك ما شاء الله وايد اسئله عنده. انا ابوي وايد احب التكنولوجيا يعني احاول اتعلم اسئله. انت وين تبان احنا حاضرين نبيل. انا عندي راي. رد ابوي على النوكيا الاولي ابو ليزرين. احسن شيء الجسمي هذا فك عمرك في بركه. تم زين. احمد يوم ما ابغى اخذ ايفون جديد بوديك وياي ضروري عشان ما يقصون علي بعد. انا ما اعرف حاضرين ايفون. لا بعد ايفون استشيره بعد غانم قبل ما يقصون علي. بس انا يعني ما اعرف المواصفات يعني هو بيفهمني اكثر. احمد حاضرين. انا موجود على تويتر 24 ساعه. ما تقصر موجود متابعينك على تويتر دائما مبدع. الله يسلمك. انزين احمد يعني الصراحه يعطيك العافيه. يعطيك العافيه احمد. استمتعنا بالحديث وياك. نطلع فاصل ونرد لكم. شكرا. مستمتعين ما شاء الله يعني وعافيه. الحمد لله. كوفي ورق عنب وحركات اكثر واحد انا مستمتع. هاي طال عمرك طاوله الملوك. شكل هذا الاوبن ميل مالك غانم. فيها كل شيء. ها الاوبن ميل مالك هذا كيف عرفت؟ واضح. إيه؟ تذكرون محل الورد اللي يونا المره اللي طافت ماجنوم اوبس؟ اي اي صرت عندهم يبين الشيء جديده وصورت لكم تقرير. كان وديتينا وياك ساره ولا غلطه.
خلونا نشوف التقرير ونرد لكم. ما وقع الورد على شيء إلا وجمله، فجربوا تضيفون الورد كلمسة بسيطة لأي مكان عندكم في البيت، وعشان يعيش الورد وياكم المدة أطول ضيفوا له شكر وغيروا الماء يوميا، أو حتى ترومون تحطون له البلانت فود المتوفر في محلات الورد. ليفز عندنا حاجة اسمها إيكليبتوس. الإيكليبتوس نبات جميل ومتوفر في كل الدول حتى عندنا هنا في الإمارات. نبدأ بالإيكليبتوس، هو وايد فيه أنواع، أنا حستعمل نوعين. الوردة دي اللي هو الورد الإنجليزي، اللي هو من أوائل الورد اللي تعرف به عالميا، يعني يمكن من مئات السنين، يعني الورد الإنجليزي متوفر وموجود. بس طبعا الورد الإنجليزي كل سنة بيدخل علينا حاجة جديدة من المزارع، والمزارع نفسه بيحاول ينتج أشكال جديدة، يدخل جينات وردة لوردة، يطلع لون معين أو كلرز معين بطريقة معينة، تطلع حاجة جميلة ورائعة. من أجمل أنواع الورد اللي طلعت مؤخرا حاجة اسمها ديفيد أوستر روز، اللي هو ديفيد أوستر روز من وايد ألوان، متوفر منه الأورنج حاليا ومتوفر منه الأوف وايت. ديفيد أوستر روز مزرعة في هولندا، مزرعة ضخمة جدا، مزرعة عالمية، واسم ديفيد أوستر روز مشتق من صاحب المزرعة اللي هو ديفيد، ونحن بنحب نستعمله أكثر حاجة في مسكات العروس. من الحاجات جدا جميلة ورائعة في مسكات العروس ديفيد أوستر روز، وديفيد أوستر روز جوليت كمان نوع من أنواع الزهور بيتش كلر نفس الزهور. ماشي كوب، بوهق نبيل حيصبر انتي. ليش توهق نبيل؟ ماشي كوب. ليش توهق نبيل؟ ترى على الهواء شي كوب هناك يبلك كوب شيء والله؟ شيء لا خليك خليك. لا والله مرتاح مرتاح بس يبا يودي. مرتاح 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 بيبلك كوب. ما بشرب نبيل. صراحة حبيت التقرير الصراحة. ميوزك لافيون غوز. غنية فرنسية. سارة يعني يعطيك العافية صدق، ترى التقرير وايد حلو له. الله يعافيك. يعني احنا ركزنا مو مركزين عليك البس، لا تحاتين. مبين. يا اخي نبيل كم مرة قايل لك في الاستوديو لا توقف على الدالي، تبين وايد اطول عني. عادي مبين رقم 10. سارة عندي لك خبر الشباب الشابات اللي يتابعون اللي هو عن مفاجآت صيف دبي. الخبر الله يسلمكم من منزلين خصومات جدا رائعة، وبس لمدة يوم واحد في سيتي سنتر ديرة. يا الله خذي الزحمة. هذا الخبر عندي. خذي الزحمة يوم واحد. تفاصيل أكثر هذا. زين بيسوون صيف دبي التي تنظمها مكتب المهرجان والتجزئة في دبي، مسوين وايد عروضات وخصومات حلوة، وباكر طبعا عرض مميز من محل كرافيزا في ديرة سيتي سنتر. وطبعا تشترين قطعه شنطه او اي من الاكسسوارات باي 1 جيت 1 وتحصلين الثانيه مجانا. يعني الاخبار توصلها حصريه. لازم الساعه كم يفتح المحل هو؟ المحل باكر انا مو الساعه 10 الصبح. 10 الصبح يفتح؟ اي من الصباح الله خير، انا بسير ان شاء الله ليه ما يبنش شليني وياك. عندك
برنامج ودراسة سنتر ترى طلعي وتعالي على طول صوبنا. تيجي الساعة 9:30 خليك هناك ما راح تعلقي في الباب. غانم اركض شعلك. تخيل انت هالوفر بس حق البنات، مثلا انا وراي سفر ما سويت شوبينج شو اسوي؟ نحن طال عمرك عندنا مهرجان الصيف الحين، كل مكان مسوين عروض وخصومات واستمتع في المول نفس ما قلت انت من كم يوم نوهت علينا. صدقت. وخذ راحتك. بس هم الاوفر مالهم بشكل اقوى. صدقت. وغير كذي اصلا نحن في كل يوم نتكلم عن الاوفرات والعروض اللي موجوده. صح. يعني هالمره حقنا بس المرات الجايه اكيد فيها. انا عيبني حتى حق اللي مو بيسافرون ومو بيسيرون مكان الفنادق والمتجعات والمطاعم وفي كل مكان عروض وخصومات. زين ما شاء الله. تنافس بينهم ترى في الصيف خاصه مهرجان الصيف يكون في تنافس بين المحلات وهذا يصدم تسوي تنزيلات اكثر هناك. شو بتقول نبيل عطنا محلات بعد. زين اصبر خليك من المحلات. جماعه الضيوف الناس اللي ياسين تابعونا بعد لا تزعلون ترى كل يوم عندنا عروض ان شاء الله وفي عروض وايد في مهرجان صيف دبي فعشان شي دائما احنا يا مرحبا عندنا ضيف حياك الله ضيفتنا مرحبا كيف حالك مرحبا مرحبا حياك الله مريم تفضلي حياك طبعا ضيفتنا اليوم مميزه مريم الظاهري منقبه اثار اماراتيه ركزوا منقبه اثار اماراتيه اخصائي اول علاقات عامه في متحف اللوفر ابو ظبي حياك الله معانا في 18/8 الله يحييك نورتينا شكرا شكرا الله يسلمك لو تخبرينا اولا مريم شو اللي خلاك تحبين هذا المجال يعني نادر ما نشوف حد ينقب على الاثار صح هو طبعا شغفي بدا في الجامعه جامعه زايد ابو ظبي ودرست انا الاتصال اظني الاتصال والاعلام وبعدين كان لازم ان اخذ الكتيفز فقلت باخذ الكتيفز في تاريخ الفن والاثار لان عرفت ان ابى اشتغل في متحف لوفر ابو ظبي وعقبها يوم جربت الكورسات اللي في الاثار اسسنا اول مدرسه للتنقيب وبدينا في العين والحين شو حلو ان هالموقع الاثري اللي هو بيت بن بدوه السياح يقدرون يشوفونه يزورونه وفي جولات خاصه تقدرون تزورون واحات القطارة وتشوفون البيت القديم مثل ما نشوف على الشاشة بعد هاي جزيرة مروح هاي هالسنة حق 3 أسابيع كنت أنقب هناك مع دائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي سلام فكان شغل تطوعي وتشوفون زملائي هني دكتور مارك بيتش وزميلتي نورة الهاملي وطبعاً رئيس إدارة الدائرة وبيتر مجي وجه لهم ألف تحية موجودين في الاستوديو عندنا؟ للأسف لا أنتوا مش تأشرين هناك عشان كذي يتحرين مريم شو الأكثر الأماكن اللي تنقبين فيها في الإمارات ولا خارج الدولة؟ هو أكثرياً صراحة في الإمارات لأن بتعلم عن تاريخنا وأظني هالشيء وايد مهم جداً جداً أن نعرف هويتنا وتاريخنا شو هي كانت الشعوب اللي قبلنا؟ شو الـ نقدر نقول التبادل بين الثقافات الثانية وكيف نحن استوينا اللي هو الإماراتي اليوم مثلاً عندنا حضارة أم النار القديمة اللي نشوف المقابر اللي موجودة في مليحة وموجودة في العين ومنتشرة يعني في الإمارات فبغيت أتعلم عن هالجهة وبغيت أتعلم أمي الوالدة فرنسية فمن صغري كنت أروح المتاحف طبعاً اللوفر اللي في فرنسا وأنا أقول يوم شفت تتكلمين تقولين موزي دو لوفر وسألت شكلة بغلي فرنسي وي أنشانتي أنشانتي نحتاج سبتايتل الحين سبتايتل أخرج لو سمحت سبتايتل قاموا يرطنون الجماعة زين هل الآثار والتعامل معها تحتاج إلى دراسة أو نكتفي بالدورات في دورات معينة هو طبعاً لازم الدراسة العلم مهم جداً وبعدين التقنيات هاي كلها في الموقع نفسه نتعلم كيف لأن طبعاً هي مش بس حفريات في تكنيك في أدوات نستخدمها في بحوث نسويها مقالات نقراها قبل عشان نتعرف على الموقع ونعرف شو نحصل يعني اليوم تروحون رحلات مع العائلة مثلاً في البر أو في الجبل مثلاً في رأس الخيمة تشوفون قطعة فخار مكسورة صغيرة يمكن ما تشوفون أن هالقطعة يمكن تعود لمئات السنين آلاف السنين من وين مثلاً النقوش اللي عليها المادة اللي مصنوعة منها اللون كل شيء كل شيء طبعا يندرس انا احس اختي مريم كثير كنتي صغيره تجمعين عملات اظني هي كيف عرفت وين المعلومات شو رايك لان يعني هي تنقب عن الاثار اللي موجوده في الدوله هالاشياء هي تجمعها وتودها الواحد يوم يكون في الصغر دائما يحب يجمع العملات
وفي منهم يوم يكبرون طبعا يفقدون الهوايه بس هي مستمره. فعرفت شو الباك اب مالها. شو اكثر الاماكن اللي تنقبين فيها الاثار في دولتنا؟ صراحه ابوظبي، امارات ابوظبي بشكل عام، بس احب الجزر واحب المناطق اللي شوي بعيده. هو طبعا المهنه ممكن تكون الموقع يمكن يكون في وسط المدينه داخل المدينه، او انه يكون شوي بعيد نفس طرق الحديد او مثلا جزيره مروح. تقريبا اخذنا ساعه وشوي او ساعتين بالسياره، وبعدين اخذنا بالطراد، وكنا اول بنتين النقب في الجزيره. في الجزيره ما فيها شيء يعني، ما شاء الله عليك، ما فيها فندق، ما فيها مطاعم، ما فيها شيء. الجو ايضا هي تحملنا الجو. كان في ايام انه كان في غبار وايد وهو قوي، بس كنا ننقب. اكثر شيء ثمين حصلتيه في الدوله؟ للأسف ما أقدر أقول حالياً، بس بيكون شيء ثمين جداً قريب، ونقدر نقول إن حصلت فخار، وحصلت نقدر نقول وسائل للحرب، للحروب. أو وسائل قديمة هذه بالضبط، أو ممكن تكون حتى هو مش لازم إنه يكون من ذهب عشان يكون ثمين، ممكن يكون شيء بسيط ويعود لآلاف السنين تاريخ. نعم بالضبط. زين اختي مريم، لو تخبرينا اكثر عن ساروق الحديد اللي وايد مهتمين فيه الشيوخ، واللي هو بعد شعار اكسبو 2020. بالضبط، نحن نبدا في المواقع والتنقيبات، بس بعدين شو نحصل؟ يا ان تكون رمز نفس رمز الخاتم اللي حق اكسبو دبي 2020، او انه يكون في متحف معروض نفس في فخار من جزيره مروح حاليا في متحف اللوفر ابو ظبي، نقدر نشوفه في القاعة الثانية في أول قرى اللي موجودة للإنسان. عندنا فخار من الإمارات، هذا شيء فخر كبير يعني لنا. فالموقع نفسه لازم تزورونه، في متحف هناك موجود، هو شوي يمكن بعيد بس ثمين جدا يعني، في حصلوا آلاف الآثار اللي موجودة، منها عملات، منها أسلحة، منها فخار، منها أشياء يعني مستخدمة على أيام. مريم، في دورات معينة أخذتيها غير دراستك في الجامعة عشان تصيرين يعني منقبة وتبدين بالآثار؟ تحسين في دورات معينة لازم الواحد يأخذها؟ لازم دورات. للأسف نحن بدينا في 2014 في المدرسة، المدرسة هاي اللي كانت في جامعة زايد، للأسف وقفوها بعد 4 سنوات، بس نحاول أن نكملها بالعمل التطوعي، الأعمال اللي مع المدرسين اللي كانوا يدرسونا في الجامعة. مثلا دكتور تيم كان وياي في الجامعة، كان يدرسني، وتميت معاه وأشوف شو المشاريع اللي يشتغل عليها، وأحاول أشارك في المواقع اللي فلازم الواحد يكون عنده شغف واهتمام ويدور. حاليا يوم تصيرون تنقبون عن الآثار، هل أنتم تظهرون كفريق أو بشكل فردي تصرحون؟ دائما فريق، دائما. فمثلا في زنجبار كان عندنا فريق من جامعات أمريكية بريطانية، دائرة الآثار في زنجبار كانوا معانا. طبعا هالشيء طلاب من تنزانيا وزنجبار بعد يتعلمون، لازم فريق كبير عشان نتعلم من بعض، وعشان كل واحد عنده تخصص معين. يمكن أنت تحصل فخار تسأل هالخبير هذا من وين، هذا كم عمره مثلا، وهالشخص بيخبرك. وبعدين عندنا الأعمال اللي هو الكاتالوجينج اللي شفتوه، نشوف الفخار ونعدلهم ونحطيهم في شنط. ما قاطعتش الا بخير، شو تحبين تشربين، سبانيش لاتيه ولا بيستاشيو لاتيه؟ حتى الكوفي اثري عندنا. شوف الله يسلمك، هذا واحد منهم اثري والثاني حضاري. خلاص الاثري الاثري الاثري، هذا هو الاثري. لازم نفتح كوفي نبيل تشتغل وياه تكون وياه. شو رحلتك الجايه او عمليه البحث الجايه؟ انا افكر ان اي واصور تقرير معاكم اذا ممكن. اكيد اكيد، ليش لا، انا بخبرك متى، لان نحن عاده ننقب في الجو الحلو اللي هو في الشتاء. وديها في الصيف في الرطوبه وديها. ليش يا غانم؟ شوي صعب. انا جربت بس شوي صعب. على طاري جولات التنقيب، الصراحه انا عن نفسي وايد الحين طمعت في هالموضوع، وحاب ان اطلع معاكم انقب ونسوي تقرير حق الجماعه. ليش لا، طبعا اكيد. اظني ان اتمنى ان الشباب خاصه يتعلمون اكثر
وهاي المهنة ممكن تكون في أي مكان. إذا الشخص ما يقدر يروح الموقع يقدر يساعد في التسجيل. كنت أشتغل في واحة العين مثلاً، كنا نرسم أول خريطة دقيقة للواحة العين الأساسية. هاي طاري العين والله. فأخذنا تقريباً 3 شهور 2 شهر في الويكند كل مرة نروح، وبعدين العصر كنا نروح متحف العين ونساعدهم في تسجيل اللي شو عندهم اللي موجود اللي حصلوه من 70s, 80s, 90s وكيف نخزنهم ديجيتالي. هالشيء وايد مهم. مريم، في أماكن معينة، متاحف معينة تنصحين الناس يروحون يزورونها؟ طبعاً اللوحة بضبي أول شيء. أهم شيء. أهم شيء. أهم شيء. ليش؟ لأن المتحف في تاريخ الإمارات وفي تاريخ العالم، ونبدأ من بداية التاريخ لين الوقت المعاصر. وأكيد طبعاً المتاحف كلها اللي عندنا، ليش لا؟ كل ويكند متحف نتعلم. يا مريم، شكلك أنت بعد ما كنتي تجمعين بس عملات، شكلك كنتي تجمعين محار. اليوم غانم اليوم مستكشف. يا شباب متابعين، اليوم غانم يحلل شخصيات. لأن هاي رؤية، هاي اسمها رؤية. يا سلام. يا سلام. يا سلام. واني اقول لك شو كنت تسوي يوم كنت صغير انت؟ صدق اطلع انا ملفكم كامل. احنا عقب هو بنتفاهم. اشياء ايجابية الحمد لله. جزاك الله خير اختي مريم، وما قصرتي، بالعكس نتمنى لكم التوفيق. اكيد. واي استكشافات جديدة نحن حاضرين، بنشل كاميرات التلفزيون ونستكشف وياكم ونروي الناس هذه الاماكن الاثرية اللي حقيقة موجودة في دولة الامارات العربية المتحدة. اختي مريم بخبرك، يمكن تعرفين انت هذه المنطقه في جميره الثانيه، احنا عندنا في منطقه كن حصلوا فيها اشياء اثريه. هي صح. كلميني عنها. هي منطقتنا بالضبط. صح. بس اعطينا اكثر. هذا مثال على المواقع الاثريه اللي في وسط المدينه. الحين نحن لو نبني شيء أول شيء يسوونه هو المسح اللي تشوفون إذا في آثار، إذا حصلوا شيء، مباني قديمة، واكتشفوا الموقع هذا. هالموقع الحين أظني مسكر وبعدهم قاعد ينقبون، وإن شاء الله بزوره، ما زرته بعدني، ونقدر نزوره مع بعض، ليش لا؟ فأظني اللي حصلوا، أنا مش متأكدة بالضبط، بس كمثال ثاني عن هالموضوع، في العين كان في مدرسة عماتي أصلاً، مدرسة كانت موجودة هدموها، كانوا يبون يبنونها. يوم هدموها حصلوا يدران من قلعة، وتموا ينزلون تحت وشافوا أن القلعة كانت كبيرة وايد وايد وسيعة، فلين الحين سكروا المكان لين ما يخلصون ويشوفون كيف يقدرون يرممون الموقع نفسه، وحصلوا مقبرة بعد. ضيفتنا نشكرك أكيد، وإحنا وايد حبينا وجودك معنا اليوم، وإن شاء الله بناخذ جولة معك لازم، وننقب كلنا مع بعض، وانتم شباب لازم تكونوا موجودين معي. وصلنا لختام الحلقة، فنتمنى تجربين الورق عنب اللذيذ هذا، ونشكر فروث أند بور وبرنس أوف محاشي، برنسس أوف محاشي عفوا، وأكيد أشكركم زملائي، ونشكر ضيفتنا مرة ثانية، ومساعد المخرج أحمد الروبي، كل عام أنت بألف خير، يوم ميلاد سعيد والعمر كله يا رب، نقول لك هابي بيرثدي تو يو. مشاهدينا تابعونا، حلقة يوم الخميس مميزة أكيد، لأن الخميس الونيس. تحياتي لكم، تحيات زملائي أكيد، في مالا.